بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائي وأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة جوار السويس، أهلا ومرحبا بحضراتكم في جولة جديدة عند راجل متميز. اللي بيشاهد القناة وبيتابعها عارف كلمة أسماك أحمد الفار. أحمد الفار موجود في منطقة سكنية وبيخدم كل المنطقة دي علاوة على الوافدين من أي جهة. نخش الأول ونركز على الحاجات اللي هو جايبها. اللي متابع صفحة أحمد الفار على الفيسبوك، الصبح كان مصور فيديو والمراكب بتاعت الصيد من ميناء الأزق لسه جايبة خير ربنا، واللمعان بتاع السمك والضي بتاع السمك يا جماعة ده ما يفهموش غير الأكيل. السمكة اللي بتلمع أم ضي أم قشرة متماسكة وجامدة فيها هو ده الأكيل. ما تروحش عند السمك قشره واقع وسمكية محمرة وطرية كده، يبقى أنت مش هتاكل سمك، هتدفع فلوس ومش هتاكل سمك. الميزة عند أحمد الفار انه مفيش حاجة بتبات عنده، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، سمكه من المينا بالتليفون الناس بتحجز، ومن هنا انا بعرض لكم الله على شوية سمك البياض ده، مش لشتة دي ولا لشتة؟ بياض. برافو عليك، عشان الديل يا جماعة مش اصفر، مش اصفر. كاليماري النهاردة انا سمعت مش هنحرق اللقطة، كاليماري لسه ولا تل. بصوا يا جماعه، ما برضه لسه هقول يا ابو حميد ان الحاجه عندك وتتقاس بالمتر من المينا، عند ربنا من المينا بالمتر يا جماعه. الكاليماري اهو الصلاه على النبي، واسعاره هنعرفها دلوقتي، بس انا بوريكم الخير اللي عنده. اللهم صل على النبي. شويه كاسكومري برضه، شوف الضي بتاع اللون وبتاع الوان الطيف بتاع سمكه الكاسكومري. اللهم صل على النبي. كاسكومري ده حاجه منوره وحاجه زي الفل. عنده سردينه ام خط اصفر يا جماعة، ما حدش ياخد سردينة غير بتاعة السويسي اللي هي الخط الأصفر اللي بيلمع ده، الذهب ده، ده يدلك إن سمكاية سمينة وفي التخليل وفي الشوي. اللهم صل على النبي، حاجة ليها طعم وليها مذاقها الخاص. بقى علينا بقى شخرم. لا لا، انت كده خليني اصبح لك الاول. أيوة صباح الفل. دي فلايتنا ومحدش يحاسبنا، احنا بنبيع في اي ثمن، اهم شيء ان بيجي ياخد السمكه ما تحطش عليها ثمن. انت عايز رايي؟ قعدتك واشرافك على السمك هو الكل في الكل. لا احنا ابو احمد يا جماعه الفار، يعني احنا في خدمه اي حد. لا والناس ان شاء الله بتيجي على حسك ولا يا ابو حميد؟ ايوه امال ايه طبعا، مش هو ده البركه ولا انت ايه؟ امال ايه، هو الرئيس بتاعنا يعني، هو حد بيجي غير على حس الحاج؟ ما كانش حد بيجيب السمك ده الا هو اصلا، ومراكبكم وانتوا حرين فيها. صح كده، نبيع باللي احنا عاوزينه. عشان كده يا جماعه طبعا بنت احمد. لا بنت اختي. بنت، اهلا وسهلا حبيبتي. فانت ربنا يخليك، انا بدعي لك يا حاج انك انت دايما منور فرش احمد الفار. احنا بنتبسط والله لما الناس تكون مبسوطه، نكسب الدعوه بتاعتهم، الدعوه بتاعتهم بالدنيا عندنا. ما اقول لك على حاجه، لا 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 لا، لما ادفع فلوس وما الاقيهاش ادعي على ايه؟ صاحب الله اللي يقدر ليه اللي ما عندوش ضمير. لكن لما اكل سمكايه والله السجنيه دي يا جماعه بطلها لبن اهي، اهي زبده ما شاء الله لب، واللي انت بتاكلها. طب والله العظيم ثلاثه يا جماعه، انا معلش انا اكثرت اليمين، ريحه بحر والسمك وريحه السجان بتاع البحر حاجة خيال. يعني لو انت مش جعان وهتشم ريحة السمك ده ربنا هيكرمك ونفسك تتفتح. بعد كده يا جماعة ايه ده؟ شوي مستكاوي. مستكاوي يا احمد، برافو عليك، مستكاوي يعني ده يشم النار. والله انا احبها مشوية عن المقلية، ولا يا ابو حميد؟ في الشوي بامانة ما شاء الله، مش كده؟ خاصة انها سمكية صيمة. بسم الله ما شاء الله، البطن هي ما بتلاقيش حاجة ترميها فيها بصراحة. لا 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 لا، والله يا جماعة يا ريت اللي يشرف احمد يبقى الاول يشوف الفرش ويشم ريحة السمك. سؤال يا احمد، تقدر توصل لاي حد الدليفري ولا صعب؟ اي مكان يا حاج،
طب قول اي حته في اي بلد في السويس في اي مكان في تليفونك يا حبيب قلبي 011-46-21-9-27 بالراحه بقوله تاني عشان حبايبي انا عارف هيطلبوا والله 011-46-21-9-27 يا جماعه انا عارفيني وعارفين القناه بتاعتي ما بتصدرش لحد الا اذا كان حاجته تشرف كلماري من غير ميه وهو متطبق وزي دوب لسه طالع من البحر لا محمر ولا متسلخ كده نقول ايه الله يبارك له ما انا لما اخد كلماري يا عم الحاج مش شارب ميه مش ده خير هو بياخد حاجه بتغذى بمعنى اصح ما شربش ميه وما زادش سعره لو شرب ميه الكيلو هيبقى 2 برافو عليك دي امانه ربنا يبارك لك في الامانه بتاعتك انت عارف لو زايد 10 جنيه 5 جنيه بس هياخد كيلو هياخد كيلو حلال الله ينور عليك لا ميه ولا ده ولا ده الكسكوبري يا جماعه زي ما احنا شايفين في كابوريا يا جماعه في كابوريا مانجا مش كابوريا مانجا واكلة مانجا ايه يا احمد ده مانجا واكلة مانجا بص يا جماعه الكابوريا احمد بيقول لك واكلة مانجا بيقصد ايه شوف اللون البطروخ بتاع الكابوريا الاناتي بسم الله ما شاء الله لسه جايه انا شاهدت له الفيديو اللي هو بيقول يا جماعه انا في المينا اهو والسمك اهو فانا على ما جاب السمك وجه كنت انا محصله وجيت له على فرشه اتفضل يا غالي والله الفتره اللي فاتت كنت في البحر وما كنت سامع زي 11 هنا يا سلام والله انت عارف لسه بيعتذر الراجل بيقول له يعني فينك بقالك مده وبتاع قال له والله انا كنت في البحر وسايب التليفون هنا فمش عارف يرد على حبايبه لان الناس يا جماعه وهو لسه في المينا وهو لسه في المركب الناس بتتصل عليه وبتقول له احجز لي كسكومري احجز لي حارت احجز لي اي حاجه جميله من اللي هو ايه كيلو وربع بمية بيبيعها الكابوريا بكام كيلو وربع بمية يا عم احمد كيلو وربع بمية يا جماعه بالواحده طب يا جماعه الناس اي واحده تفتحها كل يوم بامر الله الناس اللي بتروح السوق يا جماعه تعرف الكابوريا بسم الله ما شاء الله المتحنيه كلها بطارخ يا جماعه مانجا اهي يا جماعه على بيقول لك ايه كلها مانجا كده فضل العينه بينه بسم الله ما شاء الله كيلو وربع يا جماعه طب والله النهارده الناس يا جماعه تعالوا اطلبوا ويلا نعمل شويه شوربه سي فود بسم الله ما شاء الله بالواحده او بالبصله بالواحده او بالمرته هتلاقوا الكلام بتاع الكابوريا دي يا جماعه في فرق كبير جدا ما بين كابوريا لسه طالعه من الميه وكابوريا بايته ولا ايه يا عم الحاج الكابوريا البايته زي اللي لسه طالعه لا لا وهم عارفين بكده والزواق والاكيل يعرف الاكيل يعرف الاكيل يعرف هو بص منظرها بس من غير ما الاكل يبص منظرها وبعدين يا جماعه انا طول عمري اقول الكابوريا الكابوريا تسيب رجليها نبعد عنها الله الله نيمت رجليها لتحت كده بيديك الخبره اذا ما كانتش الكابوريا رافعه دراعاتها لفوق كده لا ابعد ايه عنها بعد كده في ميزه هنا يا جماعه الكابوريا مش بحجمها اه ده كيلو ربع ب 100 لكن هتلاقي البطروخ وهتلاقوا اللحم وبعد كده الكابوريا في ايدي بسم الله ما شاء الله محمله يعني كابوريا مش فاضيه بيوزن كاسكومري بلدي حاره 2 جبت الكابوريا كفايه الجمال بتاع الكاسكومري يا جماعه حبايبي بتوع قناه القاهره بتوع المحافظات الله ينور عليك يا احمد حاجتك منوره حاجتك منوره والله الماظ ايه اللي خليها الماظ لسه طالع من الميه لسه ما حطش عليه نقطه ميه ايوه فضل الله يعني اللهم لك الحمد غير نقطه ميه وانت مشهور بالحاجه دي يا احمد الحمد لله يا حاج الله يخليك يا حاج الله يوسع عليك يا جماعه في منطقه سكنيه لكن تليفونه انا قلته على القناه على الفيديو حالا اطلب هيوصل لك في اي مكان انت حضرتك عايزه كيلو سكان وكيلو ربع شخره الله على المكرونه او الحارت الضي بتاعها بيلمع وفعلا تاكلها وانت ايه مطمن طبعا احنا عارفين ان الحارت قالي فقط مش كده احمد الحارت قالي فقط يا حاج بكام المكرونه دي المكرونه دي النهارده عاملين عليها عرض ب 120 جنيه اتحدى اي حد يجيب الجوده دي لا انا بقول انزل السوق وشوف وبيرنت لا يعني. بس اهم حاجه تجيبها بالضي ده كده باللمعان ده بالجوده دي ما شاء الله البياض اللي انت بتغرفه ده بكام كيلو ونص ب 100 كيلو ونص ب 100 بياض
لحم البياض يا جماعة كيلو أنا جربته الحارد 120 بسم الله ما شاء الله لحم أبيض الحارد 120 جميل حلو السمك بتاع مجدي ثانية هوزنه أهو في شوية سهلية يا جماعة يا جماعة اللي هيلحق طب يا أحمد اللي ما يلحقش ممكن تحجز له تاني يوم بكرة إن شاء الله حسب التسهيل حسب الرزق لسه مش عارفين يعني يتواصل لو أنت قلت له ما فيش النهاردة يتواصل معاك الصبح بدري يلاقي لايف في أمر الله يختار اللي هو عاوزه على صفحة أحمد الفار أسماك أحمد الفار أسماك أحمد الفار على الفيسبوك يا جماعة شخر من العكر يا جماعة بسم الله ما شاء الله حاجة زبدة تحت إيدك كده ده لما يشوي يا جماعة سواء بالزيت أو بيتحط له ردة ويتحط عليه دقة اللهم صل على النبي على حاجتك يا أحمد الشخر بإيه الشخر ده كيلو ربع بمية كيلو ربع بمية حاجة أنت عارف بص هي طريقة هي زبدة تحت إيدي مش مش مشددة تخاف من المشددة دي لكن الطريقة دي كباب يا جماعة مجرد ما تخش الفرن الشوي هتلاقيها ريحة الكباب فيها بعد كده بص الزبط عليها وانت هتحط لها الدقة دي ده شخر معكر ومشهور شخر معكر يا جماعة هتحط لها ردة ودقة مش والله انا محتاج هي بخور سمنة لوحدها الله ينور عليك الله ينور طبعا ابو احمد خبرة هيتبقى لنا الكاليماري بكام يا احمد؟ يا احمد الكاليماري النهارده ب 160 جنيه بس يا حاج 160 يا جماعه متطبق يعني ايه متطبق؟ يعني من الطاوله من البحر ما فيهوش حتى تلج لا عليه تلج ولا عليه ميه قلنا السردينه الجميله دي بكام يا ابو حميد؟ السردينه النهارده حاجه ب 80 جنيه بس بس ايه السردينه يا جماعه؟ اللي يخلي بصوا يا جماعه دي ام خط اصفر اهو يا جماعه الخط الاصفر ده لما لقيتوش اعرف ان مش صيد السويس ممكن يكون صيد منطقة تانية غير محافظة السويس او البحر الاحمر ربنا يزيد احمد يا جماعة هو باذن الله مفيش ساعة زمن لان زباينه بتتشوق له بتحجز اول باول هتبقى لنا شخر بالاداب كم الصغير كيلو وربع ب50 كيلو وربع ب50 يا جماعة هو برضو يعني في ناس تحبه بس هو نفس الجودة بتاعت نفس الجودة بس الحجم اللحم فيها أقل شوية منين من التانية ربنا يبارك لك يا أحمد ربنا يوسع عليك يا عم أحمد ودايما كده ألاقيك متألق ومنور فرشك أنت والحج الجميل ده ربنا يبارك لك يا حاج والله تمام وفضل عبد المستورة والله الحمد لله لأن اللي بيمشي بضمير ربنا بيبقى معاه تمام خلاص احجزوا احجزوا يا جماعه واطلبوا بالتليفون هيوصل لك لغايه عندك لو قال لك خلاص السمك النهارده خلص رب رزق جديد بيوم جديد احجز عنده او تابعه على صفحه اسماك احمد الفار على الفيسبوك على اللايف اللي هو بيعمله هتعرف احنا البحر بيقف بنبطل فرش اه والله عارف والله بنستنى لما يمشي البحر بنجيب سمك انت بتشتغل مع الطازه بطازه كده بنشتغل لحمه زي ولا في مجمد ولا 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 الحاجات دي كلها من التحت فلايقكم فلايقنا من البحر على هنا الله ينور عليك كده يا جماعه انهي اللقاء مع احمد واقول له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته